أعزائي المشاهدين، وصلنا لفقرة الضيف الليلي. الليلي بهالفقرة عاملين سولد أوكازيون 50%. ليش؟ لأن الاستوديو صغير ما بيسع 4 ضيوف، فعملنا سولد 50% وجبنا ضيفين من الفرسان الأربعة. أهلا وسهلا بنادر خوري وجيلبير جلخ. تحياتنا لألك جان، يعطيك ألف عافية. ميرسي لألك، ميرسي على الاستضافة. مين الأول ومين الثاني؟ من حيث الأقدم نادر. من حيث أنه إذا قلت واحد مين بيرد، إذا قلت اثنين مين بيرد؟ نادر واحد. إيه؟ رقم اثنين جيلبير. عشو واحد؟ ليه واحد؟ عنده واحد أو عنده اثنين؟ إيه ليش واحد؟ لا، من حيث الأقدمية بالمسرح الرحباني. إيه أنت سيمون. سيمون رقم واحد. إيه نادر اثنين، جيلبير ثلاثة، وأربعة اللي آخر شيء انتمى للمسرح الرحباني. فرقة الفرسين الأربعة مش ضيعانة تفرط بسبب مرة حلوة بمطعم؟ أي متى هيدي؟ أبداً. وين هيدي صارت؟ هيدي الإشاعات اللي بتطلع. ما صارت هيدي؟ هيدي جيلبير كان عم يجرب يعمل هيك الإشاعة وفرطت معه الخبرية. لا هيدي انا عم بمزح معكم، بس قلت بدي استعمل هالجمله للبروموسيون لنجيب ناس يحضرونا 100%. هذا دائما عرفت هيك جمله، يعني بصيروا الناس يقولوا معقوله الفرسان تقبروا كرمال مره بيقدروا بيحضروا. وبيضلوا بنعمل ريتنج. ما هلا رح نحكي كلام زعراني كمان، نعمل ريتنج بين الفور كاتس والفرسان. مين بيناتكم مايا دياب؟ انا. ليش؟ لأنه أنا أطول واحد، مايا كانت هي أطول وحدة وأنا أطول واحد. إيه وأنت أسكس واحد؟ تقريباً إيه. هلأ بيزعل إلي، هلأ شو جيلبير هو الأسكس؟ أنا بشوف بده يزعل المختار، إلي خياط. إلي الأسكس؟ إلي بيتعب جهده دايماً بتيابه بكل شيء، بده دايماً إنه هو يكون آخذ هيدي الشغلة. إيه؟ أنا معه بهالشغلة، نادر ما بدي يصير في زعل. طيب انا رح اضطر امشي. لا نادر، نادر ما بتعمل. لا لحظه نادر، نادر لحظه، شو بدك فيه نادر؟ خلص هلا انا بقوم بعمل له كفن. جيلبيسكو. حاضر. ما بدنا نزعله لنادر ويفلت تضل وحدك بالمقابله. لا هيدا هيدا سياسته من الاول. ايه بعرفه بعرفه انا. طيب لما بتكونوا هيك على المسرح اربعتكم، مين اكثر شيء هيك بينال اعجاب الحريم؟ هيدا السؤال من حيث شو؟ من حيث ال من حيث شو؟ من حيث ال لأنه كل واحد عنده وظيفة. من حيث طوله. هيك يعني. لا شوف طبعا الدنيا أذواق جام، بتعرف كل حدا منا عنده ناس بتحب صوته وناس بتحب أخلاقه وناس بتحبه لإله. نعم. ما فيك تعرف، ما فيك تعرف مين أكثر يعني. ما قدرتوا أفرتوا إنه اللي بيجي ياخذ معكم سيلفي وكذا وهيك؟ لا لا لا، بياخذوا مع الكل. مع الكل. مع الكل. أوتوغرافات. مع الكل. تبويس للكل. مين اكثر واحد فيكم بحب الاكل؟ بالحقيقه ما حدا منا اكيل عن جد. اربعتكم ما بتاكلوا؟ حسب كيف تحريك انا بتاكل. لا انه بتاكلوا بتاكلوا ما بتاكلوا اربعتكم؟ تخيل هيك وحياة الله، تخيل هيك. لا 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 بتعورنا. طيب خلينا ننسى قصة الأكل، أسألكم مين أكثر واحد بحب النسوان؟ بالأربعة؟ إيه بالأربعة. مين بتحسوا؟ أربعتنا. أربعتكم نسوان جية؟ لا بنحب النسوان. وما نكون نسوان جي، بتحبوا من بعيد لبعيد؟ ايه من بعيد لبعيد. جيلبير بتحبوا من بعيد لبعيد؟ من بعيد لبعيد اكيد. ما بتقرب ولا نتفل؟ احترام هالناس اللي بتحبك اكيد انه بدك. انطلاقة الفور كاتس كان وراها رحباني، يعني غسان. انطلاقة الفور سان كان وراها رحباني، يعني غدي. صح. طب نعم. ليش النسخة النسائية فرطت؟ بتصور انه العمل مع النساء متعب اكثر، يعني قد ما غيروا بنات وصبايا. إيه؟ بالفور كاتس. إيه؟ بتخيل انه رفع العشرة غسان واستسلم اخر شيء لانه وضع لا يحتمل. بغاروا من بعضهم النسوان اكثر او مشان اللقلقه. هيدي من الاسباب. الغيره ممكن تخرب الدنيا اكيد. الفرسان الاربعه هل هي نادر فرقه لبت طموحاتك؟ اكثر من طموحاتي، يعني فشت خلق الناس، فشت أفكارنا الموسيقية، وصلت بطريقة أرقى، بطريقة أعظم، بطريقة أحلى، بطريقة أفضل. إيه؟ الناس بزمن الكتير فوضى
هي تبنت هالاربع شباب وهي طلبت منهم يغنوا، ورحنا بناء على طلب الناس غنينا ووصلنا مطرح ما وصلنا له. يعني مش معقول يا ما بتفكر تفتح لوحدك هلا على حسابك؟ لا في ال... لا ما بفكر. انت جيلبير؟ انا بفتره من الفترات صار في انفصال، بس اكيد هيدي الفرقه بتبين لنا قديش في محبه عن جد، كنا مع بعضنا والدليل انه رجعنا والحمد لله، وان شاء الله يا رب هلا لما الجديد. لما انفصلت عن الفرقة كنت نعم. تزعل وتقعد بالملعب لوحدك تاكل ترتين؟ اكيد اكيد هلا في ايه زعلت؟ في 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 ذكريات حلوة، وفي في سنين قطعناها ما قطعنا، مش انه قضية جمعة او جمعتين او شهر، في سنين قطعناها مع بعضنا، وبعدين انا ونادر وسيمو وإلي مع بعضنا على طول بالشغل. طيب يعني هلا ما على المسرح ايه كل المشاهدين عرفوا انك رحت فترة ورجعت للفرقة نعم. بس نعم. ما عرفوا ليه، خبرنا. هي القصة انه نحن اربعتنا كنا كان عندنا نفس الطرح، بس ثائبت انا طرحته بطريقتي، يمكن طريقتي اللي هي شوي اوقات بتبقى يمكن الخوات تبعي فجة مش كتير فجة، بس انه هيك اكثر شوي من اكثر من فجة عشت لشغلي بطريقة ايه بقى خلتني انه 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 فل، وكانت مشكلتنا انه في تقصير. اخذت قراري بوقت انه الشباب اتفاجئوا ما عرفوا انه انا هالقد رح يكون ردة فعلي انه فل، خلص وصلت لوقت ما بقى قدر. يلا اخوات على الاخر يعني اخوات ايه. طيب هلا سؤال نادر، شو اللي بخلي المطرب من بعد غنيتين ثلاثة هيك يصير شايف حاله ويضرب البخار بمخه؟ الفراغ اللي بمخه. فراغ. حلو جوابك، برافو حلو. بكبر خسة بتبقى موجودة بمكان ما بالمخ بس مش من شافة. ايه. بتكبر هالخسة ونتيجتها مثل الواي فاي بتصير تكب زبزبات، شي طلوع شي نزول، وبتخرب حياته للشخص، ما بقعد يعرف لا اجراء على الارض لا راسه بين كتافه، وكارثه يا جم. مش معروف مش معروف دور مين بمشهد مين. اي اي مش معروف دور مين. اي جلبير عم تتزعرن شوي. لا لا بتحكي حكي في ايحاءات. بحق لي شوي بحق لي شوي. مدري مين ومدري انا، لانه بعرف مطربين. نعم. هلا عم خبركم نادر وجلبير كانوا يجوا لعنا على بسمه وطن لنتمسخر لهم على الغنيه تنعمل لهم شهره. ايه هلا هي لانه انضربوا وصاروا مطربين. في واحد منهم طلبته يجي معي ضيف اللي هو بيعتذر ما بيطلع بهيك برامج. يا حرام يا حرام. هيدا شو هي مخه شو بيكون في مخه جوا؟ هيدا بلا مخ اساسا. ايه بتصور هيك بلا اصل وبلا اخلاق. ثلاثة ايه واريح بلا ما يجي. هن في كتار منهم، بس انا بدي وجه تحية للمطرب والفنان فارس كرام، لانه هو من يلي عملنا معه النكت ببسمه وطن، وهو وعدنا هلا قريبا يطلع معنا. عم بتعيشوا من الفن نادر جيلبير؟ بتطلعوا من الفن بتعيشوا؟ كفاف يومنا. قديش بتتدينوا بالشهر؟ الحمد لله لهلا لهلا ما عزنا نتدين، بس انا اليوم بوجه تحيه ومعيده لكل اصدقائي الاساتذه. انا بعلم ب مدرسة سان كور بكفر حباب، وبعلم بمار يوحنا بالعايبة. تحية لكل أصدقائي ولكل معارفي أصدقائي اللي بيعلموا كمان. نعم نعم. أنا بدرس يعني كمان بتكل شوي على التعليم. التعليم. صح جيلبير. أنا كل شغلي بالفن يعني ايه؟ بالنهار كل شغلنا باستوديو دعايات وأغاني، وبالليل بحكم شغلنا الحفلات يعني. يعني كم عملية فن بالنهار بتعمل؟ حسب 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 البلد حسب الموجة. اي حسب الله يرزق، حسب ما تكون شربين مي. الله يرزق. درستوا بالاغاني المعترضة على السلطة وعلى الحكام وحبوكم كفرسان أربعة. صح. هلا بما انه كله هون بلبنان حبيب كله يعني، عرفت شو كيف صاير كله فيك وقف شغلنا. ايه هلا بتلاقوا انه هيك اغاني بعد بتجيب رصيد؟ يمكن يأست العالم من المواضيع اللي طرحناها جام. ايه في ناس بعدنا نلتقى فيهم بعد 12 سنة و13 سنة من شرشحتوا البلد والزعماء فلوا. بتحس في خيبة أمل بطرح أسئلتهم، إنه لا فلوا ولا عملتوا فيهم شيء، مثل كأنه نحن قادرين نعمل. إيه بس يكونوا مبسوطين بس يشوفونا إنه أنتوا فشيتوا دخلنا. فشيتوا دخلنا. طيب هلا هلا ما دام عم نحكي عن السياسيين خلوني أسألكم، بالفرسان الأربعة مين هو جنبلاط؟ يعني مزاجك اليوم برأي؟ اجمالا ما في هالصفة بيناتنا. تقبروني ان شاء الله كلكم ثابتين. ايه الحمد لله الحمد لله. مين هو السنيورة فيكم؟ بحب القرش. ايه ايه
نادر تطلع بجلبير نظرات شك واتهام. لا انا جلبير انت السنيورة انت نادر مؤخرا والله بتصدق مؤخرا إيه؟ صار كتير هيك انه ايه شو اي مطل قبض ايه شو اه هلا ايه شيك ولا كاش الحيجي يعني انا يعني ايه العائلة كبيرة هو يعني بس كنت عن جرد برطلو حوالت زدت لقلي بس كرملت بس هسه تطلع فيه تذكرني طيب مين فيك مين بالفرسين الأربعة هو بري يعني بتروحوا انتو بيجي 40 غيركم بروح 40 غيركم بضل هو بالفرسين الأربعة غادي الرحباني مين أمين جميل عنيد عنيد سيمو مش جال عشعر سيمو سيمو وكمان بيحط جال عشعر سيمو عنده اثنين من أمين مين نديم جميل بلقلق بالعربي شو يا شو نديم جميل بتقتق بالعربي مين لا لفظنا منيح نحن ولد مسرح الرحباني يا جماعه 100% نحن نحكي منيح بالنسيان بدك تسال جيم مين بدك تسال انه واحد بينسى الكلام على المسرح او ايه مين العم خرفين فيكم مش يعني نحن رح نطلع فيه رح انا وياك نطلع فيه اثنيناتنا موجود بيناتنا ايه بعد هو من وقت ما بعرفه طيب مين فيكم جورج عدوان شو الصفات تبعه بس نبزي عنه ما في يقول على الهوى في احتمالات اعطينا احتمالات مين فيكم جورج عدوان كيف بس شو يعني انت خلص ضيع مازال ما قالوا عادي يحكي زلبير نعم وين عملهم وين عملهم انا الوحيد اللي هودي بنغير بنغير سؤال خلص بلا جرسة مين عبد المنعم يوسف فيكم يا رأي يعني ما في مش ظابطة ايه ما في حدا هيك لا 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 يوجد لو ظبطت كنا رجاء كنا قبينا كنا ما في كلكم اوادم ما عندي شك انا بحبكم كثير تسلم ونحن بنحبك يا جان طيب ادمين على انتخابات هلا بدنا نسمع منكم شي غنية توعي الشعب شوي انه قبل الانتخابات يعرفوا مين ينتخبوا وما ينتخبوا الحرامي والنصاب رح نسمع أغنية هي كانت بالأساس للشباب الأربعة للفرسين ايه بحكم 50% اليوم بحكم 50% اليوم رح نغني نصها للغنية ايه والغنية اسمها العم زينكو ايه شو قصتها هاي الغنية العم زينكو هي المثل المتداول يا جم يلي بيقول قابرينو سوا ايه ايه مزبوط قابرينو سوا هي قصة اثنين كانوا راجعين هيك معهم حمارون ومات حمارهم بالصحراء عم بدهم يطموا الحمار صاروا يمرقوا الناس يقولوا لهم انه هيدا مين اللي عم بتطموه قاموا كذبوا قالوا لهم هيدا رجل مفضل علينا نحن بنشتغل عنده ومربينا ومحترم جدا صاروا الناس يتبرعوا بالمصاري على نية نفس واروح الشخص الرجل المفضل الرجل المفضل وباربع خمس ايام طلعوا كثير مصاري راح واحد منهم قال له خلينا نرجع عند اهلي انا رح روح قلن انه شو صاير معنا وارجع رجع تاني يوم لقى الغلي كتير قليلة قال له يا زلمة انه بخمس ايام طلعنا قد هودي على 500 مرة إيه؟ انه في شي غلط وين المصريات قال له يعني عم بتخونني قال له ابدا كيف عم بخونك قال له هاو اللي طلعنيهن قال له كيف بس هاو اللي طلعنيهن انت كذاب قال له برحمة العم زينكو قال له العم زينكو يا اخو ما نحن قابرينو سوا هاي قصة قابرينو سوا هيها طلعت قابرينو سوا هيها طلعت قابرينو سوا من كلمات الصديق روني ألفا وبتواضع ألحاني وتوزيع وتسجيل استوديو جورج مرعب منتابع بسمة وطن مع ضيوفنا نادر الخوري وجيلبير جلخ الفرسين من الفرسان الأربعة حاليا مش عم نشوفكم ليش إلا على السات سيفن زمن صوم يا خيي لا قبل الصوم وهيدا واجب علينا يعني على شيء نحن من الاشخاص اللي ما خجلنا بايماننا وما خجلنا بديانتنا لو عم نحكي شوي جديا هلا صح ولا بس نحن كفرسين في مشروع كتير كبير لنا بس انتاجيا ما حدا عم بينتج هي قصة مصاري يعني. طبعا بس المشروع جاهز ومكتوب ومسرح واستعراض وشي كتير حلو وكتير عظيم بس للاسف الانتاج عم بدر مصاري بهالفترة على السخافة نعم. طيب انتو ليه ما بتعملوا مثلا مشروع هيك شيء يطلع لكم مصاري طلعوا منه وتعملوا المشروع الكبير مثلا مثل ميريام كلينتيكي عملت غنية عن الجول
مثلا، ليه ما بتعملوا غنيه؟ انا بكتب لكم. نحن سبقناها، نحن بدنا نعمل عن الفوتبول، عملنا بس عملنا. ما لقت نجاح مريم شو العائله قلت لي جام كلينتيكي ايه عملنا اغنيه للفوتبول بس ما جيلبير شو فيك؟ لحظه جيلبير شو فيك؟ في لدغه، في لدغه بالاخر كلينتيكي شو في؟ هذا الايكو، هذا الايكو ليك. طيب نادر جيلبير، انا اذا كتبت لكم اغنيه عن ستيكه المليار مثلا نكسر الارض نحن، يلا عن جد تضرب يعني كيف هيدي تبع الجول ضربت؟ يلا بيجيكم من وراها 700 حفله بالخليج اذا الله. يلا إيه مثلا بتقول الغنية في عندي ستيكه مليار يا محلى ستيكه الحمار بتغني هيدا المطلع ايه بتغني يا نادر هيدا المطلع اكيد اكيد بدر اموال قائمه وهائله ايه مستعدين تغنوها؟ مستعدين اكيد اكيد اوكي انت اكتب والبقيه علينا جام ايه خلص بتجيبوا مصاري بتعملوا مشروعكم الكبير. نحن بلشت قصتنا اصلا بشرشحتوا البلد نعم. بين المزح والجد هيك يعني قاعد معنا الاستاذ غدي قالنا في عنا اغنيه اذا بتغنوها بتفوتوا على الحبس، نحن هيك يعني عم يمزح معنا انه يلا نحن جاهزين وغنيناها ولا انه عاملين حساب انه رح عن جد تاخذ هالصدى، فهيك بين المزح والجد فنحن معك هلا اذا عن جد موجوده نحن جاهزين. استفزكم انتم هيدا الكليب؟ انا عدا انه استفزني هلا فنيا ايه استفزني اخلاقيا واستفزني للمطرح اللي اخذ عليه مجتمعنا. هلا في ناس بيطلعوا على الاعلام وبيجاهروا انه هيدا هو المجتمع اللبناني، في من كل شيء ومن شو خجلانين. ايه ايه انا بقول انه ايه احترامي لهودي الناس انا بحترمهم ما قلي عليهم، بس بنفس الوقت في اكثر من نص الشعب اللبناني والوطن العربي بيجمعه ناس مؤمنه، ناس ملتزمه، ناس عندها اخلاق، ناس مهذبه، ما فينا نحمل ونقول انه هيدا هو مجتمعنا والعجبه يعجبه والمش عجبه جالوب، هيدا هاي الفوقيه وهالتصرفات يلي بنظرهم للناس انه بتجيب ريت، نحن ما بهمنا الريت. طيب جيلبير برايك شو اللي بيخلي الفنانه يعني يمكن ما فينا نقول عنها فنانه، شو اللي بيخلي مثلا العريانه هيك تروح اغاني ابتزال؟ مصاري اكثر يعني بدها شهره سريعه، بدها شيء بدها تنطلق منه، انطلقت من خلال هذا الشيء. نادر وجيلبير اثنيناتكم مجوزين؟ نعم. صح. نادر شو اسمها مرتك؟ ريتا. جيلبير كلود. زوجاتكم بغاروا؟ طبعا في غيره اكيد هيدا الدومين. شو الاسباب اللي بتخلي النسوان معكم تغار؟ المرأة بتحب الغنج. ايه انتو يمكن اوقات بتقصر، يمكن اوقات بتكون مشغول، بتكون بحكم زركة الوقت. ايه يمكن في حدا بيعلق بيعمل الكومنت على الفيسبوك بتضطر انت امرار ترد على الناس، بيجي الرد يمكن في غيره او حسب او ما شابه ذلك يعني حسب اي وقت بيكون يعني مشاكل فيسبوك وهيك كمان نوعا ما نوعا ما نعم. جيلبير كمان نفس نوع المشاكل. نعم نعم جيلبير واتساب اكثر وصور ما صور. شو جيلبير ما سمعت سوري صور وما صور صور لا 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 ما في صور ما في صور بس هيك انه فيديوهات فيديوهات يعني انا اذا هلا رحت بعثت لها قلب احمر لمرتك من جام هيك قلت له اي لاف يو ما بتوصل على البيت بتغار انت اذا شفته؟ لا انت لا جام مسموح كل شيء تعمله مسموح كل شيء ليه لان السفنجي مش طالع شيء من امري لا انت كلك نفس وكلك روح وكلك قلب جام ايه بس بال جام نوياك نوياك يعني ما بدنا جام نوياك ما بدنا تزعل لا 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 احكي له كلمه نوياك صافي نحن هيدا قصدنا انه نحن ما اوقات ما بتعرف تجاوب يا زلمه زعل اخضر بيقطص وبيسلح انا اشلح خيي بلا ما تقطع طيب اوكي ايه طيب نادر بتشجع اولادك بكره يمارسوا الفن؟ اكيد لا يمارسوا الفن دغري اكيد لا اكيد لا ليش لا؟ لانه مش ضروري يتعتروا مثل ما نحن عم نتعتر، انا بالنسبه لي من بعد اللي قطعنا فيه بهالمجال الفني نعم. الفن الى زوال. طيب ما في مطربين ما شاء الله يعني معهم بيقولوا انه حسب ما بنقرا على الويب سايتات انه فلانه حسابها بالبنك شي 300 مليون دولار من صوتها؟ هيدا 50 مليون وهي 70 مليون من صوتها؟ برايك من صوتها؟ او من صوت الفنان؟
ما بعرف من صوته يمكن من صوته يمكن من صوته عم تتبرى هلا طب صوت الرفاص صوت الرفاص اذا طب انت جيلبير كمان على هيدا انا اكيد ضد الفكره اذا بيرجع الفن على السكه الصحيحه اكيد بشجعه بس اليوم اللي عم نشوفه ابدا ابدا ما بشجعه هلا بدي اسالكم سؤالات سريعه بدي اقلكم اسم غنيه وانتم بتقولوا لي لمين بتغنوا هالغنيه وبسرعه بويا 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 لمين بتغنوا بويا 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 لكل حدا لحق مسؤول وبيطرش له على العميانه بيدهن وراه مثل مين ايه بدنا نطلع بغير مقابلات جام الله يخليك يعني بس جيلبير تسترجي تسمي واحد بويا 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 لا انا ما بخدها على سياسي بخدها على ناس بيبقوا حواليك بيبقوا حواليك وبيطرشوا لا ايه بيبقوا قراب عليك ومش بيطرشوا مش بيطرشوا لي بيطرشوا لناس بيبقى مثلا انت ضد رايهم بيصفوا بدهم يبيضوا ساعه هيك ساعه هيك مش معروف يعني طيب لمين بتغنوا تقبرني جيلبير تقبرني لابني بقولها لابنك شو اسمه ابنك جيو جيوفاني الله يخلي لك اياه طول عمرك نادر انا بقول لليياندرو وادريانا يقبروني ان شاء الله كمان مثله هلا انا كوبي انت كوبي بيست طيب لمين بتغنوا طبيب جراح للدكتور غطاس خوري هو طبيب جراح ايه طبيب اذا بدك اليوم بعالم وزاره الثقافه مطلوب منه كثير اشياء يعني لازم يشتغل على هالثقافه اللي ببلدنا ويبلش ياخذها على مطرح صح بدي عمليات تجميل هيدي يمكن اكثر استئصال السرطان 100% جيلبير انا بقولها لدكتور هو دكتور إلي سنايفر ايه إلي سنايفر ابنه تحية كبيرة لإله ابنه للفنان إلي سنايفر من خلال نادر ومن خلال هالدكتور كان عندي هالشخص اللي هو حبيب قلبي ابني الله يخلي لك اياه ومنوجه تحية للدكتور إلي سنايفر الفنان الراحل إلي سنايفر لمين بتقولوا خلي لي مزاجك رايق مرتي بتقول لي اياها لانه انا هالفترة عم ضلني مشان مرتك عم تقول لك خلي لي هي مزاجك عم تقول لي ايه بتخيلها عم تقول لي اياها دائما يعني لانه بتشوفني معصب على طول وهيك بضلني عم غير عادي ليه بركي نادر لمين عم تعمل باي باي لا كلود مرته لجيلبير وهي باي لأ انا بدي اعمل لها باي 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 كلود جوت دون بيزو بار جيلبير يا جم طول كتير ايه طيب لمين بتقولوا بوس الواوا ما بعرف انا ما بقول لحدا كعايتنا كعايتنا هيدا باس معكم واوا حدا بده بوسه لا 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 ابدا ما في واوا صحة سليمة الحمد لله ها منيح جيلبير ما عندك واوا لانه مجوزين بعد وعلى المستوى الارضي طيب طيب لمين بتقولوا انا توتو انا بقول انا رجال انا رجال انا جدع منك توتو ابدا جيلبير ابدا في حدا بالفرسين الاربعه توتو ابدا ابدا كلنا فروسيه واخلاق كلكم فرسان صح نعم لمين بتغنوا بحبك يا حمار واحد نايم لهيدا اللي غنت له اياها مرته بالعرس وقت اللي طلقها دغري من وايدا في واحد بعرسه مرته حطت له بحبك يا حمار ايه بسهره العرس بغني له اياها طيب انت جيلبير انت لمين بتغني بحبك يا حمار لكل شخص عايش المظاهر اليوم بهالبلد ليك وهلا هلا نادر وجيلبير باخر الحلقه الليله بدكم تغنوا بس شيء انا كاتبه كاتب عن جد شعر ايه قدرت اكتب لكم غنيه قصيده على وزن الجملو حلو عن الفن الهابط بلبنان حلو مطلعها بيقول هلا 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 يا جملو شو عم نسمع اغاني كل مين فاشل بشغله غنى وفاتح دكاني الله يا جم الله ايه هلو هلا بدي منكم انتم تغنوها ونختم فيها بسمات وطن الليله نحن قبل ما نختم بدنا نشكرك جم على هالاستضافه الحلوه والمميزه على ثقافتك العاليه حبيب الله عليك حبيب قلبي على حضورك المحبب لكل الناس وكل العالم نطرتك وكل العالم بتحبك ميرسي انا لك ميرسي على استضافتك وانا ميرسي. كمان نادر وجيلبير هيدي من المقابلات اللي كثير 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 حبيتها ببسمات وطن وانا بحبكم كثير بحب صوتكم كثير عن جد انتم صوتكم من اجمل الاصوات بلبنان بس ما نكون اخذين حقكم بهالبلد يلا نسمع سوا هلا 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 يا جملو كلمات يلا يلا
هلا 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 يا جملو شو عم نسمع أغاني كل من فاشل بيشغلو غنى وفاتح دكان هلا 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 يا جملو شو عم نسمع أغاني كل من فاشل بيشغلو غنى وفاتح دكان جملو عبينا رجال صوته رعد يهد جبال المغنى أول موال سكت كل النسوان الله 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 يا جملو شو عم نسمع أغاني كل من فاشل بيشغلو غنى وفاتح دكان جملو بيعمل كليبات للحن ولا كلمات بيعري فيها البنات وعد تخت الشرق غناهات الله 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 يا جملو شو عم نسمع أغاني كل من فاشل بيشغلو غنى وفاتح دكان جملو صاحبها بقروش من ايده بياكل فتوش بتغني له بوش أبوش وبينتج لأغاني الله 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 يا جملو شو عم نسمع أغاني كل من فاشل بيشغلو غنى وفاتح دكان مش كل جملو عنده هر أو خلفه بتمشي كر أو فستانة عنها هر بيصير اسمه فنان الله 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 يا جملو شو عم نسمع أغاني كل من فاشل بيشغلو غنى وفاتح دكان لحن الكلمة والإحساس هني والصوت المقياس هيدا فن بيرضي الناس جملو فن السينات الله 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 يا جملو شو عم نسمع أغاني كل من فاشل بيشغلو غنى وفاتح